السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصة ممتازة جدا في ان انت تديها تكست وهي تحوله لك لصوت، فتقدر ان انت تحول الكلام، ممكن يكون عندك كتاب، ممكن يكون عندك نص، لصوت ممتاز، وتقدر تتحكم في الخصائص بتاعته. ممكن تقول له try for free وتبدأ تدخل المعلومات بتاعتك، الباسورد بتاعك، وتقول له create account. دي الاسعار اللي موجودة. هقول له انا عايز فري دلوقتي، هو الاسبوع هيبقى معك فري. دلوقتي هقول له نيو بروجكت، وتشوف بقى المشروع عايز تسميه ايه، وتبدا بقى تديله التكست اللي انت عايزه. وتبدا بقى من هنا تختار عايز سنجل تيك او رندر باي سنت زي ما انت عايز. وممكن تقول له وريني الاصوات اللي موجوده، تقدر تختار اي صوت فيهم، عندك اصوات كتيره جدا تقدر تختار منها، وتقول له كريت. Find and reveal the highest and best use of any site. Archista revolutionizes the way property professionals find. تقدر تعمل اصوات كتيره، تقدر تعملها داونلود، تقدر تعمل ديليت، تقدر تعمل كوبي، تقدر تعمل كومباين. فامكانياته كويسه في ان انت تعمل، تقدر تعمل حوار بين اكثر من شخص. ممكن بعد ما تخلص تبدا تحمل الصوت دوت وتحطه على صور بحيث يبقى عندك فيديو، او تحطه على فيديو مثلا وتلغي الصوت بتاع الفيديو فيبقى عندك فيديو خاص بيك.